كان مجاهدا من الطراز الأول، غزا 54 غزوة لم يهزم في واحدة قط، وصل في فتوحاته إلى عمق لم يصل عليه أحد قبله إلى حدود فرنسا، واستطاع غزو الصليبيين في عقر دارهم، وكان يوصف في التراجم المسيحية بأنه أعظم حاكم حكم الأندلس، وهز الممالك المسيحية في أوروبا. إنه محمد ابن عامر الملقب بالحاجب المنصور، وكان الحاجب المنصور يغزو في العام مرتين، تسمى بالصوائف والشواتي، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، وإما مرة بالخريف ومرة بالربيع. ومما يذكر بأنه سير جيشا كاملا من أجل تحرير 3 أسيرات مسلمات على حدود فرنسا عند ذلك الملك في وقتها، ذلك بأنه كان بينه وبين ملك ذلك المنطقة نافار عهد بدفع الجزية وألا يأسر مسلما واحدا. وفي ذات يوم خرج رسول الحاجب المنصور إلى تلك المنطقة ليتفقد الأوضاع، وصل بالرسالة إلى ملك تلك المنطقة وسلمه إياها، وأخذ بالتجوال في المدينة ليتفقد الأحوال، ودخل كنيسة فإذا بها 3 نساء، فقالت إحداهن له: عندما علمنا بأنه رسول الحاجب المنصور نحن 3 مسلمات أسرى في هذه الكنيسة. عندما وصلت تلك الكلمات إلى أذن رسول الحاجب المنصور غضب غضبا شديدا، وعاد بالفور إلى الحاجب المنصور وأخبره بذلك الخبر، فما كان رد الحاجب المنصور؟ لم يستنكر ولم يدخل الوسائط لحل تلك الأزمة، فأبى الأمر بتحضير الجيش وأقسم على تحرير الأسرى المسلمات في تلك المنطقة، وأن يهدم الكنيسة التي سجنت بها تلك المسلمات 3. فوصل الخبر إلى الملك نافار تلك المنطقة بأن الحاجب المنصور أقسم على هدم الكنيسة بسبب سجنه ب3 مسلمات، فأمر الملك بال3 سجينات المسلمات وأحضرهم، ومن ثم أمر بهدم الكنيسة بنفسه وبالغ بهدمها لكي لا يكون لها أثر، وأرسلهم إلى الحاجب المنصور ليلتقي بهم بالطريق في موكب معززين مكرمين، ويخبر الملك الحاجب المنصور بأن المسلمات 3 الذين كانوا مسجونات في الكنيسة لا علم للملك في سجنهم، وقد أمرت بهدم الكنيسة وبالغت بهدمها. هكذا تحرر الأسيرات والأسرى، فمن لأسرى المسلمين في فلسطين، فمن لأسرى المسلمين في كل مكان. الأسرى بحاجة إلى قادة كالحاجب المنصور يسير الجيوش ويحرر الأرض ويحفظ العرض. اللهم اجعلنا من شهود ذلك اليوم.